يستكمل نحاتون عملهم الفني ضمن ملتقى النحت السوري الذي يعتبر الأول من نوعه في سوريا، وتجربة مختلفة بالنحت على الحجر الرملي بالطريقة اليدوية القديمة المطرقة والإزميل فقط. ويشارك في هذا المنتدى 14 نحاتا من سوريا ونحات من لبنان ضمن فعاليات مهرجان دلبت مشتى الحلوة الخامس للثقافة والفنون الذي يقام برعاية محافظة طرطوس وبالتعاون مع وزارة الثقافة تحت عنوان سوريا الشمس المشرقة. حضور رائع، حفلة رائعة، وشكرا لكم. منكم ما كنتم شايفين الأجواء أكثر من حلوة. مبسوطين رغم الألم ورغم الوجع، بدنا نستمر بالفرح. رسالتنا رسالة حياة، رسالة حب، رسالة سلام. شملت الفعاليات افتتاح معرض للفن التشكيلي والصور الضوئية المتنوعة بمشاركة عدة فنانين، وأضم العديد من اللوحات التي تجسد جمال طبيعة مشتى الحلو وصمود رجال الجيش العربي السوري في وجه الإرهاب. كل سنة بصير أشخاص مختلفين. أنا هي زياء المشاركة التعنية بال 2007 شاركت بورشة الأطفال. منحوتي عبارة عن علاقة كتلة بكتلة، يعني كتلة محتوية كتلة، يعني مو شرط حجر محتوي حجر، ممكن يكون إنسان محتوي إنسان، ممكن نبات محتوي نبات. بس أنا هي الفكرة نفذتها على الحجر. بتمنى إن شاء الله تلاقي الإعجاب وأوصل للنتيجة اللي أنا بدي إياها كمان. أنا بهذا المهرجان نفذت عمل معدن هو له علاقة بالولادة. مثل ما شايفين هي بيضة وطالع منها ديك منطلق للطبيعة للحياة من أول وجديد. التشكيل كله بالمعدن، تقنية المعدن الحام وطرق والتطعيش، هي هي المنحوتة بشكل مبسط، يعني مشان تكون للمتلقي دغري مباشرة يعرف يقرأ شو موجود بالمنحوتة. الفنانة السورية ميادة بسيليس حفلا غنائيا في ساحة الدلبة وسط بلدة مشتى الحلو بحضور فعاليات رسمية وحشد جماهيري كبير. شلون شايف انت من خلال هالحفلة ان سوريا باقية وان شاء الله يا رب على طول بتبقى مزدهرة ومشرقة وننسى كل هالشي اللي صار معنا وننسى الحرب وننسى الأسى يا رب؟ اي فنان مفروض يشارك، بس نحن كوننا اولاد مشتى اولاد سوريا لازم نكون موجودين مع اهل المشتى ومع الضيوف. والمهرجانات دائما نحن كل ما صار مهرجان بنكون قفزنا قفزه نوعيه نحو الفرح ونحو السرور لسوريا، وان شاء الله المهرجانات بتضل عامره بسوريا. ياتي هذا المهرجان انطلاقا من اهميه الثقافه والفن كرساله حياه يقدمها السوريون للعالم اجمع، وهي ان سوريا كانت وستبقى مهد الحضارات والفن والاصاله.